تتباتين بالشارع لو بالبيت؟ شارع. وين بالشارع؟ هذيك مال ملابس احول. كل طفل بالشارع موجود هو منظر بؤس وآلام وحزن مفروض يكون لكل شرائح المجتمع. نحن أمام شخصية جداً رائعة. قام بإيواء الأطفال في بيت صغير. هشام الذهبي هو شاب عراقي أسس برنامج إنساني يخدم أولاد الشوارع الذين يعيشون على هامش الحياة. زين تذكر عائلتك؟ أمك أبوك؟ لا. الأطفال اللي موجودين بالشارع كلهم قصصهم حزينة وكلهم ضحايا، ولكن أنا شنو اللي راح أقدم؟ هذا المهم. هذا اللي يخليني أوقف وأفكر، مو قصة الطفل، لا، الحلول اللي لازم أنا أقدمها للمجتمع، لازم أنا أقدمها لهذا الطفل، هذا اللي ينتظره من الطفل. الطفل ما ينتظر من يمه أنه أنا أبكي يمه وأحزن على واقعه، لا، الطفل يريد حلول، ما هو يعرف واقعه. بسم الله الرحمن الرحيم. المنهاج اليومي للبيت العراقي الآمن للإبداع. أخذت 3 جوائز، 2 من أمريكا وواحدة من العراق، ويعني مثلت عدة أفلام. كل الناس تحلم حلم، حلمين 3 بالزايد. أنا كنت أحلم يوميا 33 حلم. عمري ما فكرت بالاستسلام، لأن النجاحات اللي يحققونها أطفالي بتعطيني طاقة إيجابية إنه أستمر بالعمل. الأطفال في البيت العراقي للإبداع هم جزء من عائلتي، لأن أكثرهم عاشوا عندي بالبيت. من أسافر زوجتي تدير المكان هنا، لأن الأطفال اللي موجودين هنا حتى قسم منهم ما الحينهم يعني اسمنا بالجنسية. يلا كل واحد على فراشه، يلا حتى النوم. باي باي. يعني نعطيهم طاقة إيجابية بحيث أنه هو من الممكن أن يكون حالة خاصة واستثنائية بالدار، ويبدع وينتج ويتحول إلى طفل سوي.